أول هذه الأسباب الاستغفار والتوبة. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى إليه الجد أي قلة الأمطار فقال استغفر الله، جاءه آخر فشكى الفقر فقال استغفر الله، جاءه آخر فقال ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال استغفر الله. فقال أصحاب الحسن: ما هذا؟ سألوك في مسائل شتى وأجبتهم بجواب واحد وهو الاستغفار. فقال رحمه الله: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة، السبب الثاني التوكل على الله الأحد الفرد الصمد. روى الإمام مالك والترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن هل انتبهتم إلى ملمح في الحديث؟ تغدو وتروح، في حركة، يعني قاعد في البيت لا يتحرك ولا يخرج ولا يسأل ولا يطالع بعض الإعلانات ولا يفعل شيئا ويقول ليس هناك أعمال. تغدو في حركة، في سؤال، في طلب، في أخذ بالأسباب، تغدو خماصا وتعود بطانا. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل هو السبب الثاني. ومن أسباب الرزق عبادة الله والتفرغ له والاعتناء بالواجبات الدينية. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، فإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فالدنيا إذا أقبلت عليها وحدها تغر وتضر وتمر، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. رابعا، من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا السبب الرابع. والسبب الخامس صلة الرحم. لك أقارب، لك أخوات، لك بنات، لك عمات، لك خالات في أطراف المدينة. أنت حينما تصلهم وتعطيهم وتأخذ بيدهم وتتولى شؤونهم وترعاهم وتهديهم إلى الله عز وجل يزداد رزقك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. التواصل بين الأرحام. التواصل يعني أن تزورهم، يعني أن تتصل بهم أولا
ولو هاتفيا، ثم تزورهم، ثم تتفقد أحوالهم المعيشية والدينية والتربوية والاجتماعية، ثم تعينهم، ثم تأخذ بيدهم إلى الله. عندئذ يتولى الله أن يعطيك ما تريد. سادسا، من أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أحد أسباب وفرة الرزق كثرة الإنفاق. والسبب السابع من أسباب زيادة الرزق الإحسان إلى الضعفاء والمساكين. يقول عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه الإمام البخاري. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أبغوني في ضعفائكم فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثامنا، من أسباب زيادة الرزق الهجرة في سبيل الله. إذا كنت في بيئة تحول بينك وبين طاعة الله، تحول بينك وبين عبادة الله، أو تحول بينك وبين أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولادك، أو تحول بينك وبين أولاد أولاد أولادك، يجب أن تغادر هذا المكان، لأن علة وجودك في الأرض أن تعبد الله. فأي شيء حال بينك وبين عبادة الله ينبغي أن تهجره. والهجرة أحد أسباب الرزق الوفير. إياكم أن تتوهموا أن تهاجر من بلد مسلم تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله، وتستطيع بشكل أو بآخر أن تنشئ أولادك على طاعة الله، أن تهاجر إلى بلد ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق. هذه هجرة، ولكن في سبيل الشيطان. أما الهجرة التي في سبيل الرحمن، أن تدع بلدا فيه ما تشتهيه النفس وتلذ الأعين، وأن تغادره إلى بلد مصنف في العالم بلد نامي في صعوبات لا يعلمها إلا الله، بكل مجالات الحياة تؤثر مرضاة الله وصون دين أولادك. هذا المهاجر يقول الله عنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد رزقا يرغم أنف من انتقده في هذه الهجرة. أناس كثيرون يدعون بلادا غنية ومتقدمة بمفهوم العصر ويعودون إلى بلادهم الإسلامية، من حولهم هناك يتهمونهم بالجنون وأنهم سوف يفتقرون، ولكن الله يبشرهم أن الله سيرزقهم رزقا يرغمون أنوف من انتقدهم في هذه الهجرة. فالهجرة أحد أسباب وفرة الرزق. أيها الإخوة الكرام، السبب التاسع: إقامة شرع الله تعالى، استنباطا من قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني صقيع مس محافظات كثيرة وصلت الحرارة إلى 7 أو 10 تحت الصفر، فأتلفت كل الإنتاج البعلي، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. انقطاع الأمطار 5 أسابيع في هذا الوقت الحرج أذهب كل المحاصيل. الأمر بيد الله عز وجل، مع الله ليس هناك ذكي أبدا، هناك مستقيم. أيها الإخوة الكرام، أحد أسباب زيادة الرزق التوبة، وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن التوبة النصوح أحد أسباب وفرة الرزق. ومن أسباب وفرة الرزق الدعاء،
يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل والفقر وعذاب القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم وأن تظلم. ومن أسباب زيادة الرزق تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أسباب زيادة الرزق السبب الثالث عشر: ذكر الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقابل ذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. أيها الإخوة الكرام، من أسباب زيادة الرزق التبكير إلى طلب الرزق. والله أيها الإخوة، مشكلة يعانيها أهل هذه البلدة، لا يكون عمل قبل الساعة 11، الناس كلهم نائمون، المحلات التجارية حتى بعض كبار الموظفين لا أحد يتحرك قبل الساعة 11. والله في بلاد الكفر الساعة 5 صباحا لا تجد مكانا في الطريق. هؤلاء لا يعرفون الله وهم يبكرون إلى أعمالهم. وهؤلاء المسلمون، الوقت الذي ينبغي أن يمضيه الإنسان مع أهله ومع أولاده هو في السوق حتى ساعة متأخرة من الليل، والوقت الذي ينبغي أن يبكر فيه إلى رزقه يمضيه في النوم. ناموا ولا تستيقظوا، كما قال بعض الشعراء متهكما: ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. هذه مشكلة كبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ما تفعله أحيانا من صلاة الفجر إلى الساعة 8 لا تستطيع أن تفعله في النهار كله. حدثني عالم جليل أنه ألف موسوعتين كبيرتين في التفسير وفي الفقه، وكل موسوعة تقترب من 20 مجلد. قال لي: والله هذان المؤلفان الكبيران ألفتهما فيما بين الفجر والساعة 8 لمدة 4 سنوات. هذا الوقت السمين لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قد تستغربون، النفقة على طالب العلم تزيد في الرزق، على طالب العلم بالذات، هذا الذي جاء بلدكم يطلب العلم ليعود خطيبا، ليعود داعية، ليعود مدير معهد شرعي، ليعود مفتيا، هذا جاءكم إكرامه والإنفاق عليه وإشعاره أنه في بلده وبين أهله يزيد الرزق. والدليل: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يحضر دروس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. فشكى المحترف أخاه إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. دليل قطعي، يعني إما أن تكون داعية أو أن تكون في خدمة داعية، في خدمة طالب علم أتى إلى هذا البلد الطيب، ونرجو الله أن يستمر بقاؤهم في هذا البلد إلى ما شاء الله. أيها الإخوة الكرام، والسبب السادس عشر في زيادة الرزق أن تشكر الله عز وجل. قد تكون مغمورا بنعم لا تعد ولا تحصى، أكبرها أنك في صحة تامة. لو أن جهازا في أجهزتك تعطل لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. لو أن الكليتين تعطلتا، كل أسبوع 3 جلسات، كل جلسة 4 ساعات، كل جلسة 3000 ليرة، تحتاج إلى 40,000 ليرة في الشهر لو تعطلت إحدى الكليتين. أحد أكبر نعمة تتمتع بها نعمة الصحة، وأن الله عافاك في بدنك وعافاك في حواسك الخمس ومنحك القوة تتحرك ولا تستعين بأحد. إن شكرت نعما بين يديك حفظ الله لك هذه النعم وزادك من فضله. لئن شكرتم
لأزيدنكم. أحد أسباب زيادة الرزق شكر النعم التي أنت بها، لك مأوى وكم ممن لا مأوى له، لك زوجة وكم ممن لا زوجة له، تتمتع بصحة وكم ممن يعاني من آلام لا تحتمل، وكم من يعاني من آلام لا تحتمل ولا يملك ثمن الدواء. أيها الإخوة الكرام، والسبب السابع عشر لزيادة الرزق إتقان العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أقول لكم هذه الحقيقة: في وقت الكساد المتقنون لا يتعطلون، أما في وقت الرخاء والسعة الكل يعمل، أما المتقن ليس عنده ما يسمى بالبطالة إطلاقا. السبب الثامن عشر الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ذكرتها مع الدعاء لكن هي بند مستقل، الصلاة. ثمانية عشر سببا لزيادة الرزق، هذا كلام خالق الأكوان وكلام سيد ولد آدم العدنان عليه أتم الصلاة والسلام. هذا ديننا، دين وحيين، دين كلام الله ودين سنة رسوله، وما بعد هذه القوانين من قوانين. هناك أقوال تطرح في الرزق، أقوال لا تؤمن بالله عز وجل، هناك مجاعة تنتظر البشر، هناك شح في المياه، هناك حرب على المياه، هناك حرب على القمح، هناك حرب على منابع النفط. هذا الكلام يصدرونه لنا كي نضعف عن مقاومتهم. أيها الإخوة الكرام، آخر شيء في هذه الخطبة، أن في تصور سقيم خطأ عند الناس أن مؤمن يعني فقير بس، كافر غني. لا، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. الإنسان إذا طلب الرزق الحلال وكان الرزق وفيرا بين يديه، خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. الخيارات التي أمامه في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فإذا طلبت الرزق الحلال وكان وفيرا كانت يدك هي العليا، واستطعت أن تهيمن على أسرتك بالإنفاق عليهم وأن تضمهم إليك وأن ترشدهم إلى ما فيه خيرهم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي موضوع قصير يتمم هذا الموضوع: المستحبات في اكتساب الرزق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن روح الأمين نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. وضح لكم ذلك: بستان فيه تفاح، لو قلنا الشجرة السابعة، الغصن الرابع، الفرع الخامس في تفاحة، هذه لفلان،
فلان مخير إما أن يأكلها ضيافة، وإما أن يأكلها هدية، وإما أن يأكلها شراء، وإما أن يأكلها تسولا، وإما أن يأكلها سرقة. طريقة وصول الرزق إليك باختيارك، أما هو لك. لذلك افضل عن الحرام يأتيك الحلال. أعيد الحديث: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب، وفي رواية واستجملوا مهنكم، اختر حرفة راقية. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث دقيق جدا. الآن يستحب الإجمال في طلب الرزق واكتساب المعيشة. ما معنى الإجمال؟ أن تهتم بطلب الحلال دون الحرام. لو جاءك رزق وفير فيه شبهة حرام اركله برجلك ولا تعبأ، وقل الله الغني. عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. يعني إنسان يتوهم رزقه في الممنوعات، يغامر بحياته، يغامر بمصادرة أمواله كلها، يغامر أن يكون في السجن. ما كلفك الله فوق ما تطيق. من الإجمال في طلب الرزق عدم الإضرار بالنفس وعدم تعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق. ومن الإجمال في طلب الرزق عدم ترك ما أراد الله من الإنسان من واجبات أو مندوبات أو عبادات أو أعمال دينية أو طلب علم. أقول لكم هذه الكلمة: من كانت مهنته أو حرفته مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين، ولم تشغله عن واجب ولا عن فريضة ولا عن عمل علمي ولا عن عمل خيري، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. أيها الإخوة الكرام، من آداب كسب الرزق إقالة النادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. يعني البضاعة ما فتحها، لا زالت في علبتها ولا زالت مغلفة بغلاف الشركة، وندم على شرائها، أعطاك ثمنها كاملا. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته. عدم التمييز في الأسعار بين الزبائن، هذا من آداب البيع والشراء، والالتزام بسعر موحد لكل المتعاملين. أيها الإخوة، لكن لك أن تخفض السعر لقريبك أو لإنسان أخذ كمية كبيرة، هذا مشروع. أما هذا التذبذب في الأسعار يشك في مصداقية البائع وهو مسلم. أن يعطى كيلا راجحا عند البيع والشراء، حذرا من بخس الناس أشياءهم وحذرا من أن يكون من المطففين. عدم التشدد في القيمة عند البيع، بيقول لك الليرة قبل الألف، هذا تشدد. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. لا تتعنت في أداء ما عليك ولا تعسر في مطالبتك لمن لك عليه دين. المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها، وعدم التذرع بالانشغال بالتجارة أو الوظيفة. ذكر الله تعالى في الأسواق والمراكز التجارية والاقتصادية، وذلك بتلاوة الأدعية والمأثورات.